طيب هنروح لخبر تاني في الجمباز. استوقفني الحقيقة واحنا كنا بنقلب على السوشيال ميديا، لقينا خبر يعني وقفنا كده شويه. اتحاد الجمباز على صفحته وعلى الصفحات وعلى الميديا اعلن انه ضم الباركور رسميا لمنافساته. الباركور ده احد المنافسات في الجمباز ما كانتش موجوده في مصر. فطبعا رئيس الاتحاد الدكتور ايهاب امين احد انشط الشخصيات الرياضيه في مصر قولا واحدا. هذا الرجل يعني دؤوب ودايما بيدور للاتحاد لعبته ولعبته على الافضل. فهو اللعبه دي او النشاط ده او الفرع ده ما كانش موجود في المنافسات، دخله وهيعمل منتخب مصر ليه وهيشارك في بطوله العالم اللي جاي. احنا وراه وبندعمه وشايفين ده خطوه جيده جدا. اتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين اعلن ضم رياضه الباركور لمسابقاته الرسميه وهيكون ليها منافساتها الخاصه وهيكون منتخب مصر خاص باللعبه في الفتره اللي جايه. خبر اكيد 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 يسعدنا بشكل يعني كبير جدا. وهينضم الباركور للافرع المختلفه من الجمباز زي الجمباز الفني، هينضم ليهم طبعا زي الجمباز الفني رجال سيدات، الجمباز الايقاعي، جمباز الترامبولين، جمباز الايروبيك، الجمباز العام، كل ده هيبقى جنب طبعا الباركور. اتحاد الجمباز زي ما قلت لحضراتكم اعلن انه هينظم دوره دوليه لمدربي الباركور خلال فتره من 26 ل 30 سبتمبر اللي احنا فيه، وهتكون في المركز الاولمبي في المعادي، وده هيكون بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والدولي للجمباز، الاثنين الاتحاد الافريقي والدولي، وهيشرف على تنفيذها رئيس اللجنه الفنيه للباركور بالاتحاد الدولي للجمباز. مش بس خد قرار بعودته، لا ده تنظيم بطوله على طول، لان ما فيش وقت، انت عايز تعمل منتخب فلازم تشتغل على طول. طبعا دوره دوليه، طبعا انا قصدي على الدوره الدوليه اللي هتبقى في سبتمبر اللي احنا فيه. فطبعا مش بس ان انت اعلنت ان اللعبه دخلت او النشاط دخل عندك في الاتحاد، ولكن انت نظمت بطوله مباشره. ولمزيد من التفاصيل ونعرف يعني كواليس هذا القرار معنا الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. وحشنا جدا يا دكتور والله بشكل لا تتخيله. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يكون في عونك، وزي ما انا قلت حضرتك من الشخصيات الرياضيه الدؤوبه في مصر دلوقتي واحد ابرز الشخصيات الرياضيه في مصر. كلمنا يا دكتور عن الاعلان اللي انتوا اعلنتوه طبعا كاتحاد عن ضم الباركور رسميا لنشاطات الاتحاد. طبعا علشان الناس كلها تبقى عارفه، الباركور ضم من حوالي اربع سنوات للاتحاد الدولي للجمباز، فبالتبعيه الاتحاد المصري للجمباز ضم نشاط الباركور ضمن نشاطاته او افرعه الرئيسيه في الجمعيه العموميه اللي فاتت، يعني الكلام ده من تسع شهور بالظبط، وبدانا نحط خطه ل خطه عمل لنشاط الباركور في مصر. فطبعا حضرتك عارف كويس قوي ان اول حاجه لازم نهتم بيها الجزء التدريبي، ان احنا نخلق نوجد الكوادر الفنيه المناسبه لبدء نشاط الباركور، وده اللي احنا بدانا فيه زي فرع الايروبيك بقاله من خمس سنين، نفس الكلام بنعمله هنا، ان احنا بنجهز كوادر شابه من المدربين، جبنا لهم خبرات اجنبيه، رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي وهو بطل من ابطال الباركور على مستوى العالم يعني، وهو اللي جايب نفسه هو اللي هيشرف على الدوره دي بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والدولي، وهي الدوره دي مجانيه يعني مدفوعه الاجر كامل من الاتحاد الافريقي. بننظمها هنا في مصر، هيحضرها 25 مدرب احنا بنختارهم حاليا من عملنا كنا اعلانات على صفحه الاتحاد الرسميه وعلى السوشيال ميديا، وجالنا تقدم لنا مجموعه كبيره من الشباب اللي بنختار طبقا للسيفيهات بتاعتهم افضل العناصر اللي ندفع بيهم كدفعه اولى للكورس ده. الكورس ده فايدته ان هو هيفهم المدربين منافسات الباركور شكلها ايه؟ المراحل العمريه المختلفه، ايه اللي يتدرب في كل مرحله ان هي تفهم لتوصيف الاتحاد الدولي للعبه. بنجهز الناس للنشاطات بتاعت الباركور او لبطولات الباركور، يمكن احنا زي ما حضرتك قلت في الاول يعني هنشترك ان شاء الله ببعثه في بطوله العالم في شهر اكتوبر اللي جاي اللي هتقام في اليابان، بطوله العالم للباركور، وده يعني بتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد اليابان اللي كانوا مصرين على ان مصر تشترك في رياضه الباركور. رياضه الباركور. طب قول لي يا دكتور، يعني احنا برضو يعني كلمنا عن كواليس الجلسه اللي كانت بين حضرتك وبين معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي ناقش مع حضرتك عن تنظيم البطوله الايروبكس، بطوله العالم للايروبكس او بطوله دوليه للايروبكس وبطوله العالم السنه الجايه، يعني كلمنا عن كواليس القعده دي يا دكتور. النهارده طبعا القعده كانت
كبيره شويه او حجم الموضوعات اللي بيناقش فيها كان كبير جدا. ويمكن دكتور اشرف يعني من احد او الدعم الاساسي لرياضه الجمباز في مصر، يمكن زي ما مكتب الاتحاد وهو بيدعم معانا وباكينج لينا في كل التحركات. النهارده كان في ملفين كبار قوي، او هو كان في حوالي 7 ملفات او 8 ملفات، بس اكبرهم بطوله العالم للايروبيك اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنقدم على استضافتها في الاتحاد الدولي في الجمعيه العموميه ان شاء الله في اللي هتقام في انطاليا في شهر 11 ان شاء الله. فطبعا بطوله العالم لازم تاخد موافقه الوزاره والدوله لدعم هذا المحفل الكبير اللي هيحضره حوالي 1600 مشترك في البطوله دي. البطوله كبيره، البطوله ان شاء الله هتقام في 2024، ودي هتبقى اهم الاحداث الرياضيه في رياضه الجمباز، ودي اول مره مصر تستضيف بطوله عالم. حضرتك تعلم كويس احنا بنستضيف كاس عالم للفني ولاد والفني بنات كل سنه، اللي بقى مؤهل للاولمبيات واللي بيقام لسه اللي هيقام تاني في 23 و24 طبقا لخطه الاتحاد الدولي. انما بطوله العالم دي بتقام كل سنتين، دي الفرع الثاني اللي هو فرع الايروبيك، وهي ان شاء الله هنستضيفها في مصر في الغالب هتبقى في مجمع الصلاه في استاد الفرع ان شاء الله. دكتور ودي حاجه اكيد تسعدنا، وده مش غريب عليك، انت على طول بتفاجئنا دايما بالاخبار السعيده. وخليني اقول لحضرتك كمان كرئيس الاتحاد الافريقي يا دكتور، يعني حققت حلمك اللي حضرتك اتكلمت معانا في البرنامج فيه اخر مره استضفنا سيادتك، وهي بطوله افريقيا للانديه. حضرتك قلت ان انا هشتغل عليها وهعملها، وبالفعل ان شاء الله تتلعب في مصر في الفتره من 21 ل 25. كلمنا عن كواليس يعني البطوله اللي حضرتك حلمت بيها. بس انا عايز بس اكمل الملف الثاني اللي هو ملف اتفضل يا دكتور مع الوزاره النهارده مع معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، لان الباركور مش رياضه عاديه، ده مشروع قومي. الباركور لعبه مش مكلفه، مش محتاجه امكانيات كثيره، مش محتاجه صرف على اجهزه وادوات وعلى صالات الرياضه في تمارس في الحدائق في اي مكان عشان تقدر تتمرن. فدي فرصه كبيره جدا ان احنا نستقطب الشباب في هذا السن، سن ال 14 سنه يمارسوا رياضه هم بيحبوها. مشكله على فكره رياضه الباركور موجوده في مصر بشكل كبير جدا، بس في مجاميع صغيره منفصله. النهارده الناس دي محتاجه امبريلا او مظله رسميه تشتغل تحتيها، وده اللي احنا النهارده كنا بنتكلم فيه مع معالي وزير الشباب والرياضه، ان احنا ازاي بدعم من الوزاره ان احنا نبدا ندخل الباسبور في مراكز الشباب في سلسله انديه نادي نادي في كل الاماكن بتاعتها، سواء اكتوبر او التجمع او مساكن شيراتون او حتى في العاصمه الاداريه الجديده. يعني بنبحث ازاي نوفر ده للشباب، لان الموضوع الباسبور مش اتحاد جمباز بس، هو لا ده مشروع يخص الوزاره في المقام الاول، يخص الدوله في المقام الاساسي لتوسيع صعوبه ممارسه الرياضه واستقطاب اكبر عدد من الشباب في السن اللي احنا بنقول عليه سن المراهقه او سن الخطر شويه، ان احنا نجذبهم ناحيه الرياضه. صحيح. هو ده الهدف. كلام مظبوط 100%. الباركور ليه ميزه ثانيه حضرتك محدش يعرفها، لعبه الباركور هتخش اولمبيات 2028. ايه ده خبر جديد، ده اول مره ناخد بالنا، يعني 2028 الباركور معانا في الاولمبياد. معانا في الاولمبياد. الله لا هو ده الشغل يا دكتور، فانت بتستعد من دلوقتي. انا بستعد من دلوقتي. انا انشي اللعبه واجهز الملاعب واجهز الاماكن الممارسه واعمل كوادر مدربين واستغل طاقه الشباب في قطاع تنافسي بينهم وبين بعض وممارسه رياضه، واختار الخامات او ابرز الخامات اللي احنا نصرف عليها وندعمها ونمرنها بشكل مختلف، اللي تقدر في الاخر تمثلنا في محافل دوليه زي الاولمبياد، ونقدر بسهوله نجيب ميداليه كويسه. كلام سليم 100% دكتور، احييك عليه، انت بتستعد من دلوقتي ل 2028، كلام 100% صح. بالظبط كده، وده كان الملف اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، او ثاني اكبر ملف كنا بنتكلم فيه مع الدكتور اشرف صبحي النهارده. القعده طولت، القعده النهارده كانت يعني ساعة ونص تقريبا. خبر ابيض ده وقت طويل طبعا. وحضرها تقريبا كل القيادات اللي موجوده في الوزاره، لان كل ملف كنا بنتكلم فيه محتاج يعني كل افرع الوزاره تبقى موجوده معانا. انت دكتور يعني ماشي بسرعه، انت تعب الناس كلها معاك يا دكتور ما شاء الله، يعني انت ماشي بسرعه يعني كبيره، فطبعا الناس كلها مشمره وشغاله معاك. ربنا يخليك. دي حقيقه. والله بص احنا بنعمل حاجه
الرياضه المصريه. ويعني هقول لحضرتك حاجه، احنا النهارده الدوله بتعيش في فتره اللي ما يستغلش هذه الفتره يبقى غلطان. صحيح. النهارده في دعم من الدوله انشاء، انا بكلم حضرتك من العاصمه الاداريه الجديده، احنا بنعمل تصفيات لانتخاب مصر فعلا في صاله العاصمه الاداريه الجديده. دي يعني حضرتك دلوقتي في العاصمه الاداريه الجديده؟ انا حاليا بكلم حضرتك من العاصمه الاداريه، تصفيات منتخب مصر للبنات اللي بنختار فيه المجموعه تصفيات العربيه وبطوله العالم في شهر 10. لا بالتوفيق يا دكتور. وخليني برضو قبل، عشان يعني عشان وقتنا، بس خليني اروح للملف كمان بتاع بطوله افريقيا، مهم جدا، عايز اسمع من حضرتك. بطوله افريقيا بيتم التجديد فيها، وهتتعمل فعلا في ان شاء الله للانديه لفروع الجمباز المختلفه، مع بطوله كاس الفراعنه اللي احنا يعني بقت بطوله برضو دوليه، دمج البطولتين ان شاء الله احتمال وارد، او هنعمل كل واحده فيهم منفصله، لان احنا محتاجين عدد كبير. السنه دي عندنا اقبال كبير جدا، احنا يعني جميع الدول او الانديه اللي حضرت البطولات اللي فاتت خلال السنتين او الثلاثه اللي فاتوا، نعم، هم النهارده بعثوا لنا الزميلات البطوله بتاعتهم، عايزين يشاركوا. طبعا 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 طبعا، دي حقيقه. لانه انا متوقع ده، مش غريب يعني، انا حضرتك ما بتقوليش حاجه، هم جم وشافوا نجاح البطوله ودي حقيقه، والله احنا مش بنقول كده عشان حاجه، ولكن دي الحقيقه. احنا في ايدينا امكانيات كبيره جدا، يعني يجب ان نستغلها بشكل افضل بكثير، والله البلد فيها خير كتير، ونقدر نعمل ان شاء الله وننجح برجاله مصر، الناس كلها بتحب البلد وهننجح، وهننجح والله، هننجح ان شاء الله، هننجح ان شاء الله. وبشكرك يا دكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز، بشكرك جدا يا دكتور، وبدعو من خلال حضرتك جميع لاعبي وممارسي ومحبي لعبه الباسبور، بتوجهه للاتحاد المصري للجمباز اي مساعدات احنا جاهزين ليها، هدفنا ان احنا ننمي هذه اللعبه ونكبرها وندعمها ان شاء الله. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك يا دكتور، وان شاء الله نتمنى وهنتابع كمان الخطوات في الاتجاه ده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وايضا رئيس الاتحاد الافريقي، بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور.